شوف، قال الله تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. من سورة هذه؟ المائدة. من قلد نقلد. أسمع، وش من رقم آية؟ وش من رقم الآية كم؟ حتى الباد قلد. معليش، رقم الآية يا يوسف صديق، حتى الباد يشيل باد قلد. معليش، وش هذه؟ وش من آية هذه؟ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. سبعة وأربعين. ما شاء الله. ما شاء الله. الجزء السادس. الحزب. الله أكبر. الحزب. شوف هذه. الثانية عشر. ما شاء الله. مئة وعشرة. مئة وعشرون. ما شاء الله. ما شاء الله. شوف. وإذ قالت الملائكة يا مريم. شكل يحيى. وإذ قالت الملائكة يا مريم. وش من آية؟ يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هذه وش من آية؟ وش من آية؟ رقم الآية؟ ما شاء الله. رقم 42. والله 42. ما شاء الله. وش من سورة؟ آل عمران. ما شاء الله. وش من جزء؟ الثالث. أحسنت. وش من صفحة؟ الصفحة؟ ينقص لك عليها رقم ديما. الصفحة؟ 55. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله. انتظر انتظر. مئتان. شوف يا بني. ما شاء الله. شوف هذه. واتلوا عليهم نبأ نوح. ايه قل نوح. هيا قول. واتلوا عليهم نبأ نوح. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. الله أكبر. الله أكبر. رقم الآية. ما شاء الله. أمرت أن أكون من المسلمين على لسان نوح. أيوة. رقم الآية كم؟ 71. الله أكبر. والله هي كذلك. إن شاء الله. رقم الصفحة. رقم الصفحة. رقم الصفحة. 217. كذلك. سبحان الله. رقم الجزء. يلا رقم الجزء. الجزء الحادي عشر. الله أكبر. هو كذلك. ما شاء الله. لا إله إلا الله. ما شاء الله. شوف هذه الآية يا بني. شوف هذه الآية. يخافون ربهم. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة النحل. الآية 50. الله أكبر. 50. الله. الصفحة 272. الله أكبر. هو كذلك. ما شاء الله. الجزء. الجزء كم؟ الرابع عشر. الجزء الرابع عشر. لا إله إلا الله. قلب لهم مصحف يشوفوا. طيب أعطي لهم صفحة. طيب قلبوا تصوروا الكاميرا. شوفوا شوفوا معي المصحف يا جماعة. 65 إلى. شوف يا بني. شوف تعال الآن. إلى 75. صوتي صار. سهل حاجة تعرفها وقلب الصفحة على قلب المصحف. شوفوا الآن معي الآية. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وش السورة؟ الأنبياء. الآية 50. الله أكبر. شوف 50. ما شاء الله. طيب الصفحة. هذا على كل هذا زائد صفحة دائما. صفحة كم هذا؟ 226. الله أكبر. زائد صفحة كما قلت لكم. طيب الآن أعطيك. شوف أنا أعطيك الآن رقم الآية من سورة العنكبوت وأنت جيب لي السورة. يلا. طيب أنت مستعد يا بني؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. أي. يا بني لا تدخلوا من باب واحد. يا بني يا بني رقم من أبواب متفرقة. شوفوا هذه الآية. أعطيني رقم الآية 24 من سورة العنكبوت.
اقرأ الآية. اقرأ الآية 24 من سورة العنكبوت. الآية 24 من سورة العنكبوت. الآية 24 من سورة. ما كان جو في شكل إبراهيم. الله أكبر. في النار حرقه. أيوة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. الله أكبر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. هذا الرقم كم يا شيخ؟ شوف. طيب شوف أعطيني رقم يا بني. الآية رقم 150 من سورة الأنعام. الآية رقم 150 من سورة الأنعام. كبر السورة بارك الله فيك. الآية رقم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. الله أكبر. فإن شهدوا فلا تشهد معه ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. طيب الآية الأخيرة الآن. الآية الأخيرة من سورة الكهف رقم 41. قرب السورة بارك الله فيك. زيد قرب. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. الله أكبر. ما شاء الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا يوسف الله. أنت رائع يا يوسف. أنت آية من آية لا الله. لا إله إلا الله. أنت حجة الله عز وجل على الناطقين وعلى الأصحاء. ما شاء الله. لا إله إلا الله. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. رائع. لا إله إلا الله.